اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. والنهارده طبعا جاي لنا بقى بالتيشيرت الاحمر واحتفاليه وكلام مهم جدا على المرحله الجايه. ومش عايز اقول لكم مدى السعاده اللي كان عليها النهارده الكابتن شريف عبد المنعم بعد المباراه وهو موجود في قناه النادي الاهلي وقبل الاستوديو بحوالي ساعتين ونص كمان. كابتن شريف منور الدنيا والف مليون مبروك، والسعاده الجميله على وجهك دي اكيد ليها معاني كبيره جدا. الله يخليك يا محمد، ان شاء الله دايما يعني. يا رب. طلبتها سان داونز انا من السنه اللي فاتت. لا السنه دي في القرعه قبل القرعه الصبح. نزلتها كده على الوول عندي قلت سان داونز ولا ايه يا رجاله؟ يعني انا طلبتها وربنا حققها لي وخلصت القصه. خلصت وكانت تقدر تخلص كتير قوي في مصر وكانت تقدر تخلص النهارده كتير قوي هناك. مظبوط. انما الحمد لله على كل حاجه. مجهود لعيبه من ساعه ما لعبت الماتش اللي هنا بتلم شنطها، ورئيس نادي محترم بياخد المسؤوليه على عاتقه معاهم، بيشيل عن عاتقهم كل الضغوط اللي موجوده على اللاعبين وعلى الناس كلها، بيطمن الجماهير كلها. وده من ايام ما كنا بنلعب، كان دايما كنت احب ان هو يبقى موجود في الملعب عشان انا اخد حريه اللعب. حريه اللعب. يشيل هو المسؤوليه. الدنيا كلها على بيبو يعني، فاهمني؟ فدي انا حاسسها جدا لما بتبقى رئيس نادي عندك الحس ده وبتنفذ ده. وقت ما بنكسب الصوره كلنا بنقف حوالين الكاس وكلنا بناخد الصوره وبنضحك وبنشيل، لا قدر الله ما بيحصل حاجه بتلاقي كل دول اختفوا بيفضل شخص واحد. فانا ببارك له وببارك لجماهير النادي الاهلي وببارك لمجلس اداره كله وجميع العمل المؤسسي اللي هو في النادي الاهلي. الحقيقه مظبوط، اصغر عامل لاخر شخصيه بتنفذ القرار اعتقد ان هو مستر فايلر بيبقى في الملعب يعني. هو الجهاز الفني بتاعه الاداري. ف بدون يعني الفرح كبير، هو الفرح بس ازدواجي بالنسبه لنا على اللي حصل في النسخه السابقه مع سان داونز يعني. وكنا هنا نقدر نعوض السنه اللي فاتت في مصر باكثر من هدف، والظروف السنه اللي فاتت غير ظروفنا السنه دي. عشان كنا بنتمناها من العمل المؤسسي اللي بكلمك عنه بالطريقه اللي احنا ماشيين فيها ده، طريقه مثلى للمبادئ وللاخلاق وللفوز وللبطولات وكل شيء. احنا ما بنتكلمش خالص، ما بنتكلمش كتير، احنا بنعمل زي ما بقول لك. تاخد شنطتك بعد المباراه بتاعت سان داونز تركب معاهم طيارتهم، وشكل مش التحدي يعني، شكل ان انا رايح عايز البطوله مش عايز سان داونز بس. بالظبط. انا خلاص عرفت النو هاو بتاعك، انت بتلعب فرقه محترمه بتباصي 1 2 3، عندهم ثقه، عندهم هدوء، بيعملوا اللونج باس كويس قوي، فرقه كوره كويسه جدا. على فكره يقدروا يتحكموا في نص ملعب، يقدروا عندهم ثقه يعدوا من 1 و2 ويشوطوا. فانت قابلت اقوى فرقه اعتقد هي والوداد، يعني اقوى فرقتين موجودين في افريقيا في النسخه اللي هي 8 فرق دي. مبروك نادي الزمالك ان هو عدى برده مباراه الترجي. فخلاص الدنيا بقت يعني بتفتح لك صدرها ان شاء الله انها تبقى بطوله مصريه عربيه بحته. خلاص ديربي كده انت بتتكلم في الرباعي يعني. العمل اللي جاي هو ناقص لك مباراه بنفس الروح بنفس الشكل مع الكلام اللي انت قلته. عندنا لغايه شهر 5 عندنا اتاحات فرص للفرقتين دول، اذا كان الاهلي او الزمالك، ازاي الاتحاد يوفر لهم، اتحاد الكوره يوفر لهم الشكل، مش ان انا العبهم 8 ماتشات و9 ماتشات واخلص الدوري بس وكلام. لا انا عايز برضو في عين اعتبار لبيراميدز في بطوله الكونفدراليه مع النادي المصري ان شاء الله، اسماعيلي عنده بطوله العرب، الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا. فلازم في اعتبارات كتير قوي، ما تبقاش الناس بتموت نفسها، اللعيبه بتموت نفسها، والانديه بتدفع فلوس ملهاش حل، والدنيا كلها واقفه عشان اسعاد الناس واسعاد الجماهير ورفع شان الكره المصريه. وعشان يعمل كده ويساعد الانديه لازم المسابقه تنتظم بدءا بقى من عوده الفرقتين للقاهره ويشتغلوا على الاسبوع اللي جاي لغايه 30 ابريل. لازم على الاقل، احنا مثلا لو 20 اسبوع لغايه نهايه 3 عندك ابريل، لازم تلعب فيها على الاقل 5 6 ماتشات عشان على الاقل يبقى باقي لك 8 ماتشات أو 7 ماتشات في الدوري كله. ولازم يبقى فرحان ان فرقه الاهلي والزمالك في الكوارتر فاينل. خلاص في السيمي فاينل. صح. يعني ما فيش عندناش فرصه ان احنا نتكلم بقى ونرد، لان التأجيلات مش هتبقى في صالحهم يا كابتن شريف. مش عايزين بقى شخصيات تطلع تبرز ان هي ليها كلمه وبتاع على حساب انك انت تعطلني ان انا اخد بطوله. اللي حصل فينا السنه اللي فاتت ما يحصلش السنه دي. مظبوط. وكل واحد بيعد درس كويس جدا يعني. يعني انت من حقك
انك انت تدافع عن نفسك ودافع عن جماهيرك ودافع في ظل ان احنا مؤسسه مصريه. مش هقول لك احنا جايين من حته والاتحاد بتاعنا من حته تانية او الاتحاد الدولي هو اللي ماسك الناس جايه من سويسرا مثلا، لا دول مصريين عارفين كل اللي بيحصل، عارفين ما يسعد الناس وما يسعدهم وما يخلي الناس كمان تقول لهم برافو انتوا في عهدكم خدتوا بطوله الشباب 23 سنه في عهدكم حصل الأندية. احسن ترتيبات في بطولات سوبر حصلت وحصل عليها فرق مصريه. يعني لازم كل ده يواكب النجاح اللي احنا بنعمله كل يوم النهارده، والدنيا بقى لها طعم النهارده زي ما كان كل الناس تقول لك ما ينفعش زمالك من غير اهلي، ما ينفعش اهلي من غير زمالك. مظبوط، هو دي اللغه اللي احنا نلعب عليها واللغه اللي احنا نوفر للفرق خاصه الاهلي والزمالك. تمام. المرحله اللي جايه. طيب حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا وقلت لي حتى لما كتبت على صفحتك فكره صن داونز بعد القرعه، نفس الاتجاه كانت اللعيبه على فكره. يعني محمد الشناوي منذ لحظات وحتى في لقائه عبر ملعب الاهلي بعد المباراه من غرفه خلع الملابس مع زميلنا فاروق صلاح اتكلم على فكره ان هم كانوا بيتمنوا مواجهه صن داونز، ولما نشر حتى على تويتر فكره ان حديثه قبل كده لما قال لو نفسك تقابل مين في البطوله اللي جايه قال لك نفسي اقابل صن داونز. احساس اللعيبه، شعور الجماهير، الاداره، الاعلام، لان المشهد العام الماضي مش مشهد الاهلي ومش مشهد النادي الاهلي، والاهلي لما يحب يفوز ببطوله لا يفوز ببطوله ويأكد للجميع ان لو حصل حاجه بتحصل بشكل استثنائي. فتوارد الافكار ده بينم عن ان مؤسسه كامله بتفكر بنفس المنهج. مؤسسه واثقه في نفسها. لاعب واثقه في نفسها. طبعا لاعب النهارده عارف امكانيات لعيبته وامكانياته يقدر يقف في التحدي ده ولا لا. وانا بقول لك وبعيدها تاني انهم من اقوى الفرق اللي موجودين في افريقيا، بيلعبوا فعلا برازيل افريقيا بيلعبوا كوره مريحه حتى، لانك انت بتتفرج عليهم تقول ايه السهوله اللي هم فيها دي، ايه التحركات اللي هم شايفينها. انما لما بتلعب مع فرق نفس المستوى نفس القوه نفس المبادئ نفس الشكل، فرق زي النادي الاهلي 8 بطولات هم بطوله واحده، من حقهم ان هم يكون عندهم شكل ان هم يكون لهم تواجد في تاني نسخه. انما سمه البطل دايما بيبقى له حاجات كتير قوي زي ما انا بقول لك، مجهود بيتبذل وانت بتلعب بنص فرقتك كمان مش موجوده. طبعا انا مش عايز اقول لك على الاسماء اللي هي مش موجوده النهارده في الملعب، انما انت لما انا هديك مثل واحد بس بهذا الرجل اللي اسمه فايلر اللي كل شويه يقول لك ايه احنا بقى النهارده هنشوف فايلر هيعمل ايه في افريقيا. ما هو ده بقى التحدي، الاختبار الحقيقي، الاختبار الحقيقي الحقيقي عارف انت بتعطش الحقيقي الاختبار الحقيقي لفايلر. خلاص بقى يعني سيبونا من كل واحد يقول لك طب لا لما يشيل الكاس ان شاء الله لما ياخد ده هنفضل في البتاع ده مش لاقيين حاجه يسخنوا الدنيا فيها على الراجل او يشوفوا يعني بص يشوفوا لك تغييره مش عاجباهم هم مثلا. لازم تبقى على دماغهم هم فرقه، حط فرقه لازم تبقى على شكل هم بيتمنوا كذا. كل مصر قالت لك لازم يلعب ببادجي النهارده صح؟ مظبوط. كل الدنيا ان الناس بقى تفهم يعني ايه ملعب في جنوب افريقيا الشمس الاكسجين فيه والشمس. حتى اللعيبه بتاعت صن داونز النهارده تحس انها جت على فتره من الفترات اتأثروا نقص الاكسجين ده بيخش على دماغك على طول. انك تفكر بتفكر ببطء، انك تنفذ بتنفذ في ديلي شويه بيبقى في اللعبه. عملوا مجهود كبير على فكره كله. انت عملته فرقتين، انت يمكن مش مطلوب منك غير انك تطلع كره بره. ده في لقطه جت في الشوط الثاني 5 هنا و5 الناحيه الثانيه ونص الملعب فاضي، وكان انت بتلعب فرقتين في نص الملعب ده وفرقتين في نص الملعب ده. هم بيشوفوا الكره رايحه فين. يعني بالزبط. انت بتدور على الكره رايحه فين، يا نبطلها يا نفعلها. فبتبقى حكايه انت قاعد في الملعب لازم كنت تبقى لعيب كره وتعرف الحاله بتاعت حسين الشحات لما بيوصف في المنطقه دي وبيفكر كذا تفكير. ده نقص اكسجين خد بالك، مش فلسفه منه او زياده منه. التحركات لو جايه اسرع، سوليه داخل زي مصر هنا، سوليه داخل وقفشه جنبه واجايه محضر مع معلول، تلاقي معلول بيعمل ايه؟ تلاقي واحد واثنين وثلاثه النهارده عايز يلعبها لجيرالدو الاول كره بالعرض عشان بالظبط مش هتيجي زي ما انت عايزها. السبورت مش في الملعب ده وفي الجو ده وفي الوقت ده وعايزك الساعه 3 الظهر وعايز ياخدك من مفاتيحك وحاسس قد ايه فعلا هو ما كانش بينيمك. هو لما بيقول عليك انت فرقه وبرازيل العرب ومش هو عارف وحاسس حاسس ان عندك خطوط ثابته، عندك نص ملعب قائم على سلم واستلم وازاي يبني هجمه، عندك
جناحات طايره، عندك ازاي بتوصل للجول، هو رايح حاسس بيك. فكان بيتمنى دايما ان هو يبقى له حاله التفوق او التقدم. الكره العالميه اللي شالها الفاول اللي حصل علينا الضربه الثابته دي في اول مباراه، اللي شالها الشناوي علامه الفوز النهارده. الشناوي النهارده قد ايه بيديلك يا محمد الثقه واللعيبه، يعني يلومك بس بيلومك باجاده. ما ينفعش ده وهو وحش قافل عليك. ربنا يعني يسلمه ويديله الصحه ويكمل لنا البطوله دي على الف خير للنادي الاهلي والمصري باذن الله. تمام. طيب ليك نقط عايز تتكلم فيها، وطبعا احنا طالعين بعد الاستوديو التحليلي، بس الاداء اللي هتتكلم بيه انا عارف هيبقى للمشاهد فيه لقطات كده وفيه مفاجات عايز تتكلم عليها. فكره الاداء، وفي مباريات تكسب ولا تلعب. ايوه. السيناريو بتاع المباريات اللي هي بتبقى موجوده زي النتيجه الهدف، يعني دايما نادي الزمالك ونادي الاهلي امبارح، نادي الزمالك امبارح ونادي الاهلي لازم يجيب هدف. ليه؟ هتشوف الكره بتاعته. انت بعد ما جبت الجول حصل ايه؟ مسكت زمام الامور، كنت تجيب تقدر تجيب تجيب الثاني والثالث، جول وثاني وثالث، خلاص امكانياتك شخصيتك طلعت. عدم الحفاظ على جولين، لا ده بقيت عشان تخسر مباراه لازم يخش فيك اربع تجوال. شوف بقى الكلام ده بقى، وشوف الحريه، وشوف الهدوء بيبقى عامل ازاي. فانك تعمل سيناريو انك تكسب بيه، وانك تخش في منطقه معينه، وانك تنفذ ضربه ثابته زي دي، والفكر بتاعه ان هو يلعبها على الزاويه دي واي حد يكملها. الكره دي لو عدت الراجل ده كان في اتنين من النادي الاهلي هيجيبهم جول، بادجي وكان معاه حد تاني، عمرو السولية. عمرو السولية الكره راح بيها السولية، لا الفاول ده اللي جه جول. الفاول اللي جه جول دي لو عدت الراجل اللي حط رجله فيها وعكست كان في بادجي هيجيبها جول. وكان في سولية منفرد برده بالكره دي، سهل قوي كان يعملها جوه الجول. فده شيء من الاشياء، ان بيبقى في شكل معين انك تثبت انك انت وانت رايح لازم اجيب جول. انا مش هسيب الحكايه تمشي ان هو ضغط عليا وانا بطفش وكره سليمه وبعدين نحاول نعمل كره عرضيه، لا انت عندك هدف معين في كل حاجه. انت فرقتك كلها هجمت على فرقه سان داونز في الضربه الثابته دي. فده شكل وسيناريو من السيناريوهات وفلسفه مدرب. فلسفه دي الحاجات اللي هي تخليك انك انت بتحسس الخصم الفرقه دي مش بتاعت السنه اللي فاتت اللي انا هجمت عليها في 20 دقيقه وكنت موفق جبت فيهم 3 اجوال، لا مش دي الفرقه. ده حقيقي. واحد زي احمد فتحي مثلا النهارده بيسكت اي حد 60 70 دقيقه. احمد قلب الاسد. 60 مش هقول لك 90 دقيقه، 60 70 دقيقه احمد فتحي النهارده الراجل خلاص بقى، فعمل له سبورت. قال له خش انت جوه وانزل يا وانزل يا هاني. انزل يا هاني. شفت علي معلول لما راح على الخط بيقول ايمن اشرف وهاني راح بالكوره رايح يجيب جول هاني نازل. يعني هاني وحسين الشحات اعتقد انهم كانوا تغييرين موفقين جدا. وايمن لعيبه فريش، وايمن اشرف. وايمن اشرف خلاص بقى. انت بس ايمن اشرف ده انا كنت لازم اجله شويه. ليه؟ لان هو حاسس ان معلول لما صدق ان ايمن نزل وعنده اصابه الراجل وهتتشد تاني في رجله ولا حاجه، فده لازم يبقى فيه على طول تدخل. التدخل ده يعني الناس كلها بقت يعني خايفه بقى جون يتعور عندك، لعيب تاني يتعور، فتلعب 10 فيضغطوا عليك يخلوا شكلك بس انما التغييرين اللي انا بقول لك عليهم فيهم توفيق. الناس بتستلم كوره كويس قوي، راجل بيسرع اللعيبه وبيحط نفسه في منطقه ازاي تبصير الكوره. قد ايه الفرصه بتاعت السولية النهارده ان هو هادي جدا وبيعمل التشيب من فوق كل اللعيبه تانية، وياخدها حسين الشحات. حسين الشحات النهارده لو عنده الدوسه الاخرانيه يوصل لغايه الجول. مظبوط. عمرو السولية بدل ما يعمل الكوره البادجي بالعرض وكمل بيها يخش غايه السته وراح شيطها قنبله جول. انما هو القدر عايز ان هذا الشكل يطلع. كنا بنلعب فريق محترم جدا خلقا واداء وكوره وكل شيء الحقيقه. بكره جسامه اللي حضرتك اتكلمت عنه وكلام من ده زي ما انت قلت، تحديدا ان هو بيحدد المستوى وبيلغي اي فكره قبل كده عن اي شيء او اي تدخل. في حاجات على الحكام عايز اقولها لك. طيب قبل ما تخش على ان هو بس قبل انا عايز افتكر على حاجه بس ماشي. اللي هو النهائي بتاع المغرب يمكن كان يعني نهائي 2017 الاهلي والوداد كان لينا ضربتين جزاء او حاجه زي كده يومها هم دول. فدي العلامات اللي هي مصاحبه معانا. انما هو اللي حكم لنا ماتش كونغو ومصر. مظبوط. المؤهل لكاس العالم. مؤهل لكاس العالم. ضرب جزاء في الميعاد ده في الوقت ده. وهو اللي حكم مصر الاهلي وبرلمان. عشان كده حصل لنا احنا ايه منه؟ شوف انا بتجي لك التاريخ عامل ازاي؟ حصل لنا غربه او مش ده. ظلمنا. مش ده.
فساعات الحكم بيقع في بلاد معينه وفي وقت معين بالظبط، وفي ضغوط معينه وظروف معينه بيدي صاحب الارض بالظبط، وفي ظروف كمان يعني ظروفنا معينه ممكن تجبرك على الاتجاه ده. بس هدخل معاك الملفات دي، انا بحب اناقشك في الملفات دي يا كابتن شريف، وبحب اسمع رايك في الجزئيه دي. لكن في جزئيه قبل ما اخلص الجزء الفني، فايلر لما يعمل الثلاث تغييرات لغايه الدقيقه 70، دايما لما بتلعب خارج ارضك، وحتى انا شفت امبارح الكلام ده في ماتش امبارح حتى الزمالك والترجي والماتشات الاخرى في البطولات الافريقيه، بتلاقي المدرب بيلعب بره ارضه بيسيب التغييرين للدقيقه 90، يقول لك استهلك وقت واضيع وقت. فايلر لا، انا برضو الحاجات الصغيره دي ما عدهاش، الراجل بيفكر في تغييرات كرويه، الراجل بيفكر في تغييرات يكسب بيها ماتش، بيفكر في تغييرات فنيه في بيها الماتش. هكمل لك كلامك بقى. هو شايف عنده ناس تقدر تشيل الريسك، ما بقاش عنده ريسك، هو شايف لو حصل اي حاجه عنده سيناريو تاني يقدر يعوضه بتدويره جوه الملعب، ومش تضيع وقت. اللعيبه مدياله كمان الايحاء ده، اللعيبه مدياله نفس الشكل. علي معلول مبتسم طول الماتش، محدش ياخد باله من القصه دي. علي معلول بيلعب وهو مبتسم على طول، مفيش الزعله، مفيش الاخفاق، مفيش الضغط، مفيش الخوف. الراجل على طول مبتسم بيلعب، عايز حد يجيله سبورت، عايز يلعب كورته. لما في اوقات انت بتبقى كاره ان الكره تجيلك اصلا، مش حد يبصيلي، مش هتروح تستلمها. فالشكل الماتش النهارده كمان، ويعني وهديه ربنا لينا الهدف اللي هو خلاهم هم يعني بعدوا خلاص عن المباراه، وابتدى الشبح بتاع الخروج يوصل قدام عينيهم، والتصرف في كل تصرف في هجمه ليهم، ما كانوا دول حاولوا يعملوا الكوره السهله اللي مع بعض خشوا بيها جوه الجول، ما قدروش برضه، لان في شخصيه ناس عندها حمايه العرين، مش هقول لك الصقر ولا الطار ولا اي حاجه، لا بتفكر، لا ما بفكرش فيها كده، ما تفكروش ان احنا بتوع احنا كان يوم مش احنا بالظبط، انا مش انا يا دكتور زي ما بيقولوا، يعني هو اليوم ده كان كده. انا مش انا يا دكتور، انا مش انا، انما النهارده كانت تبقى حلوه قوي بقى بيني وبينك، يعني انا وانا قاعد بقول الحمد لله كل شويه كل شويه الحمد لله الحمد لله، بس عايزين واحده من حسين الشحات تخش. كانت واحده بس. 2-1 3-1 ها، بس الاهلي كان راح يكسب يا كابتن شريف. اللي ركز في الماتش واتفرج عليه كويس قوي وشاف تغييرات فايلر مش راح يطلع بنتيجه درو او نتيجه تاهله بس، لا فايلر راح يكسب. طب ما تخلينا ناخد درس من النهارده، انك انت فعلا لما بتلعب بره تقدر تكسب، تقدر تكسب. فما تلعب الوداد ان شاء الله او تلعب نجم الساحلي ان شاء الله، ان شاء الله خلاص، يعني واحده من دول هم اللي هيقابلوك في شهر 5 ولا حاجه. تتمنى مين؟ اتمنى النجم طبعا. ليه؟ اصلا هم واعدين الفرقه الثانيه دي بتعويض. لا لا احنا على طول بنقع في احنا على طول بنقع في وعود وحاجات، بس عدينا من بكره جزامه النهارده، يبقى ان شاء الله ما فيش وعود ولا حاجه باذن الله. بس الوداد يملك سنتر فيرويد ما شاء الله، بيلعب كرة عندهم اطوال كزادي، ودي هي الكرة اللي بتضايقنا في كل الماتشات، يعني هي دي اللي مضايقانا النهارده. انا اتمنى الوداد. انت تتمنى الوداد؟ لاسباب كتير. لاسباب كتير. لماذا قول لي؟ خليها وقتها، لسه قدامنا شهرين. هستناك لغايه لسه قدامنا شهرين. لا انا كل يوم في جديد. بص هقول لك، مع ان النجم السعيد ده بيجروا كتير قوي، يعني دول احرجوا الوداد لغايه ما اتخطفوا في جولين في الارض، وكان ليهم بينالتي 100% في الماتش بتاع المغرب. الماتش المغرب؟ كان ليهم ضربه جزاء 100%. والوداد كان ليه ضربه جزاء في الاول على فكره. يعني ادى دي بدي يعني. لا والوداد كان ليه ضربه، الوداد ده اتظلم على فكره في الماتش ده. والله؟ اتظلم في ماتش النجم الساحلي. على ارضه. والله وسط جمهوره. انا شفت الكره الثانيه بقى بتاعت النجم الساحلي اللي في الشوط الثاني. لكن الوداد في الشوط الاول كان ليه ضربه جزاء في اول ربع ساعه من الماتش. احنا كان عندنا حاجه هنا، كنا كان عندنا ماتش هنا، او كان عندنا حاجه كنا كان في استوديو ساعتها، كان في استوديو حاجه زي كده. طيب لكن قبل ما اقفل الجزء الفني، انت حسيت النهارده ان فايلر لا ليه فلسفه، ليه اسلوب، عايز يكسب، شغال طول المباراه بيفكر في التغييرات، راجل ما عندوش جمود يا كابتن شريف، راجل اللي عنده مرونه. طب شفت النهارده بعد ما بادجي ضيع الكوره جات له بالعرض دي، يعني اول مره اشوف الرد فعل على الراجل ده اللي قاله ده، هادي متنرفزش، عايز يسيب الملعب ويخرج خلاص، حاسس بمسؤوليته، حاسس بمسؤوليته. الماتش الجول الثاني ده كنا هنبقى في حته ثانيه خالص، كنت هتبقى في حته ثانيه خالص، انا جايب جولين هناك. هو كان عايز يكسب، رايح عايز يكسب، ولو البعض يقول لك ان ما كانتش في دماغه نتيجه المباراه السابقه او البطوله السابقه، رغم ان هو ما كانش ليه علاقه بالمباراه، لكن هو عنده تحدي، عايز يعمل حاجه مختلفه. هو رايح محترم الفريق ده، ورايح محترم الفريق ده. دايما انا قلت لك احنا لازم نعمل ايه؟ نلعب ازاي؟ لازم نلعب ثلاثه في العمق، مظبوط، لانهم ما عندهمش غيرها. والارجواني ده بينو ده لازم تقفل عليه باثنين عشان ما ياخدش حريه، لانه واحد ضد واحد هو الملكه بتاعته، سعره في الحته دي، واحد ضد واحد بيعدي مظبوط، وعنده ازاي يخش، وعايز ياخد ضربه جزاء، وعايز يحاول يعمل القصه دي كذا مره، وهو من هنا من مصر وعامل لنا ازعاج على فكره.
يعني هو لعيب كويس جدا. ف مستر فايلر شاف الدنيا دي، شاف الفرقه دي بتعمل ايه. مش كل فرقه في افريقيا بتعرف تمسك الكوره وتعمل ال1 2 والهدوء ده والتحضير. لا طبعا، يعني انا النهارده بعد ما شفت الماتش ده كنت يعني جالي خيال مروان محسن لو كان في الماتش ده النهارده. نشوف انت تتمنى حاجات بقى بس بعد ما بتشوف الحقيقه بالظبط. يعني هو حتى فايلر قال الجزئيه دي، قال لك انتوا دايما بتكلموني في التشكيل بعد نتيجه المباراه. عيشوا معايا الحدث، احنا لعيبه نتائج، عيشوا معايا الحدث. بتوع نتائج. يا لو جاب النهارده مثلا فلان لعب، والنهارده وليد لو نزل ربع ساعه بدل مش عارف مين، ولو قفشه كان من اول مباراه، ما هو احنا لعيبه نتائج. انما الناس عارفه ان في اكسجين ناقص، واللعيب بياخد المشوار ما يعرفش يرجع تاني، اللعيب بيموت. يعني بتسميه ايه الاكسكيوز، بتسموها ايه الايه، انك انت تديني الحق في انك انت تعذرني. ان انا لما باخد كوره وفجاه تلاقيني وقفت وبفكر وبستنى وعايز المساعده، ما هو ده لعيب كوره هو اللي حاسس بالملعب والساعه 3 والشمس ونقص الاكسجين ده. ما حدش في المتفرجين ليه عنده حساب. انت عايز فرق زي المانيا وزي البرازيل بيلعبوا على اسمهم، النادي الاهلي وريال مدريد والناس وبرشلونه، هم دول كده. لو راحوا في اي حته في العالم مفيش فورجيفنج، يعني محدش بيعذرهم، مفيش عذر عند الفرق دي. اعتقد بقيه الفرق كلها تقدر تعذرها، انما الفرق دي اللي هي بهذا الشكل بهذا البطولات المستوى الوصول اللي بيوصلوا له الحاجات دي كلها، هي اللي اجبرت العالم كله ان هو ما يسامحهمش. مفيش مسامحه، انا مش هسامحك. مين انت عشان مين اي فرقه تيجي تلعبك؟ ده انت ما بتلعب برشلونه بديد هيد، اتلتيكو مدريد ديد هيد. مظبوط، يعني خلاص. فهو ده الوضع اللي الناس اتعودت عليه، فتلاقي الدنيا الفريق كبير، فريق عظيم، ادي له، وتلاقي المدرجات بتتهز ليه؟ مين اللي زرع ده في الجماهير؟ الاداره، الاداره واللعيبه والتاريخ، التاريخ كله، انجازات كل من عدى على النادي الاهلي، كل من لعب في النادي الاهلي، كل من اشتغل في النادي الاهلي. صح. كل ده هو صناعه هذا الاسم العظيم. مش ملاحظ ان الاهلي في حته تانية؟ لان في مشهد النهارده انا مش قادر انساه، والاهلي في استاد القاهره لما لعب سان داونز والتذاكر والسعه الجماهيريه ومع ذلك كان 45 50 الف. لما رحت بريتوريا فريق سان داونز لما قعد على الموقع الرسمي بتاعه كل شويه ينشر موضوع التذاكر، قال 20 رند لو لبست التيشيرت الاصفر، 40 راند لو جاي من غير التيشيرت الاصفر، اطفال اقل من 12 سنه هيدخلوا بدون تذاكر او بدون فلوس. ومع ذلك الملعب النهارده ورا الاجوان فاضي. فاضي. اللي كان مالك جزء شويه اللي ورا الجون كان حتى جمهور الاهلي اللي سافر يوم الجمعه الصبح. يمكن في تخوف من اي حاجه. فكره، لا فكره برضو الكواليتي بتاع جماهير الاهلي او عقليه جماهير الاهلي مختلفه، مختلفه عن اي حته. لا لا لا، دول فدائيين. مختلفه عن اي حته. دول مبهورين بالتيشيرت اهو. كابتن شريف جايب التيشيرت اللون الاحمر نفسه النهارده. دول التيشيرت ده الروح. التيشيرت ده انت بتبقى ماشي تاج في وسط الدنيا وانت ماشي، يعني ما مش عايز اقول لك اكتر من كده، يعني الناس بتشوفك انت مميز. هي الكلمه دي اهم كلمه. كسبان خسران بتلبسه وبترفع راسك، لانك عارف لو خسرت بتقوم بسرعه. انا بعد زي النشيد اللي بيقول لك لو وقع ليه 1000 بعد ماتش مش عايز اجيب سيرته بتاع ضربات الجزاء ده، مشيت بتيشيرت النادي الاهلي في مصر كلها. ودخلت الكافيهات وقعدت واتفرجت، وكان عندي تلفزيون بعدها بالتيشيرت، بتيشيرت النادي. تمام، يعني انا الاهلي في كل مكان. ولو تمام بيرجو لو اول طبعا يعني موضوع، فاكر انت لما اتكلمنا في قصه الاغاني الخاصه بجماهير النادي الاهلي وبعد مباراه السوبر، وفكره ان احنا نشعل حماس الناس من جديد، فكره انت خسرت بطوله او ظروف ما كانتش موفقه معاك، دايما تقفل الملف وتفتح ملف جديد، انك دولاب البطولات عندك وصفحات التاريخ ما بتقفش. شفت المكسب بيعمل فيك ايه؟ خليك تفكر كويس. المكسب يخليك تشوف كويس، تشوف غيرك كويس، تتعامل مع غيرك كويس، تحضر لغيرك كويس. ما تخشش بقى تنغمس في شغل الدوري والناس السوشيال ميديا تاخد وقتك، وانت هتعمل ايه مع سموحه وهتعمل ايه مع انبي وهتعمل ايه؟ ده النهارده ماتش انبي ده اهم ماتش. دول بقى اللي عايزين يوقفوك. سموحه دي اللي عايزه توقف، شوف بيوديك فين؟ يدخلك بقى في المعمعه المحليه. لا انت لازم يبقى عندك سيستم بقى. سيستم. اخدك يمين شويه واخدك شمال شويه واحط ابر هاند على الملعب كله. ويبقى ده الطابع بتاعي شهرين ثلاثه. اللي ما بيلعبش بيلعب، تحضير لكل المستويات، الغايب يرجع. ما بيلعبش ده كله بيلعب. لا
ده انت عندك غيابات يرجع. الغيابات كله يرجع. كله تبقى قاعد حاسس ان في ستاره ما حدش عارف يخترقها. انت متوقع الشهرين الجايين التعامل هيختلف شويه عن الفتره اللي فاتت؟ فكره تحضير الفريق، التعامل مع اللعيبه ممكن ما بتلعبش، اللعيبه ممكن محتاجه تاخد مساحه وقت من المشاركه، اللعيبه المصابه ترجع وتبقى جاهزه. رغبه اللعيبه اللي ما بتلعبش انها بقوه عايزه تخش تاني جوه الشكل، ان في بطولات وفي مظبوط سيمي فاينل بتلعبه. ده مالك كابتن محمود خطيب، ده انجاز ليكم، انجاز ليكم لهذا الجيل، او انجاز لهؤلاء اللاعبين، وبعدين بيبقى انجاز للجماهير، وبعدين يبقى انجاز للمذر يعني الاهلي، اسم الاهلي الكبير، الام. يعني كله بيصب في الاخر عند النادي الاهلي. فانت كلاعب الصوره اللي بتاخدها والتكريم اللي بتاخده والميداليه ان شاء الله اللي هتاخدها ورفعه الكاس ليك، دي التاريخ بتاعك. هو ده اهم حاجه في الدنيا. انت ممكن النهارده يجي لك فلوس هتروح تشتري عربيه وهتشتري فيلا وبتاع، كيان موجود وكل حاجه، ها. انما بقى هتفضل البيت ممكن تبيعه بعد كده، والعربيه ممكن تبيعها، انما الصوره دي مش هتقدر. زي هنا في نادي الاهلي لما تخش القناه تاريخ محطوط على الحيطان وصور، والتاريخ بتقول فلان وفلان 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 وفلان، هيفضل ده اللي عايش، ده اللي عايش. التاريخ هو اللي عايش، التاريخ هو اللي عايش. الماتشين الجايين فاكتب اسمك، الماتشين الجايين هم اللي عايشين. يا بنولع الدنيا هنا بلالين بقى واحتفاليه غير عاديه، كويس، يا بنقول هارد لك. يعني متعودنا على كده الحقيقه، بس ليه انت دلوقتي عندك فرصه كبيره قوي انك تقرا صح، تشتغل صح، يبقى عندك ثقه في امكانياتك. النهارده واحد ثقه في امكانياتك، الشحات ده النهارده بيعدي من واحد واثنين وثلاثه، خلاص بقى ما فيش ضغط نفسي عليه بقى بعد كده. ما ده اللي قلته يا كابتن شريف، فكره المباراه دي عنق زجاجه، لان في مجموعه او الفرقه بشكل كامل محتاجه تقف على ارض صلبه، محتاجه الثقه، الكل يبقى شايف الفرقه دي فرقه بطوله، تقدر تجيب بطوله، فرقه ترجع تقدر ترجعك للاهلي من تاني في افريقيا، ترجع النادي الافريقي من تاني بعد ما كان مثلا غايب من 2014 لغايه 2019. في مشاهد كده ممكن خلال البطوله الافريقيه لما بتعدي عليك بتلاقي اللحظات دي بتبقى مهمه قوي قبل المباراه النهائيه او قبل المشهد الختامي. في لعيبه عندك لسه جاي النادي الاهلي بالظبط، ما خدوش بطوله لسه، ما صادفوش في حياتهم انهم ياخدوا بطوله لسه. بالك بقى دول داخلين على بطوله الدوري وبطوله افريقيا وكاس عالم للانديه، واللعيب ده يمكن احد اللعيبه انا كلمته على جنب، يعني ايه اللي جابه النادي الاهلي؟ مستواه. يا عم ادي مستواك في الملعب بس. انغمس في اصول ها ومبادئ النادي الاهلي، وادي الكره اللي انت اللي احنا شارينك عليها. تمام. هو انا وحد هيلومك لو ما لعبتش كويس؟ دي نصيحه بقى من واحد عنده خبرات كبيره في النادي. انزل الملعب اعمل اللي ليك واللي مش عليك كمان. هتلاقي نفسك نمره واحد. والكلام ده يمكن مجدي قفشه يشاهدني في هذا المشهد، انا وهو كنا قاعدين ماشيين مع بعض كده، قلت له انت عارف انا بحبك ليه؟ قال لي قلت له بتحب تعمل الكره اللي في دماغك. ها الكره اللي في دماغك بتثمري على الهجمات، تقدر تجيب منها جوان، تقدر زمايلك تعمل لهم اسيست تجيب منهم جوان. العب لعبك في مرحله معينه، انا بحتاج لعبك يا اخي. تمام. بحتاجك يا وليد في نص ساعه تخلص لي الحكايه بلعبك، بحتاجك يا سوليه بهدوءك وخبرتك، بحتاجك يا بادجي وانت وحش ديانج كده، ربنا يديك معلول الصحه يعني وما تتصابش، بحتاجك يا فتحي بالروح الجميله اللي انت فيها، بحتاج التلاته اللي عندهم صراع بيني وبينهم، بحتاج نجم الكبير محمد الشناوي، مش دي الفرقه بتاعتك؟ مظبوط. بدون ان انا انسى اي حد فيهم. لا، والنهارده انت بتكسب وبتاهل سيمي فاينل وانت مفتقد عناصر اساسيه ورئيسيه مش موجوده معاك في المباريات. معاك مدرب يا محمد، حتى القرارات اللي بتاخدها التربويه ما بتبصش للماتش، بتبص لاسم النادي. انت معاك مدرب بياخد الاحسن حاجه منك وبيوصلك لاحسن حاجه فيك. فخلاص بقى، يبقى انت ده مع ديت سان داونز، يبقى انت شكل البطوله ان شاء الله. يعني الحقيقه يعني ان شاء الله تعدي الماتش الجاي، ماتش اقوى من الماتش ده. اللي جاي اصعب بس بكتير، كل ما بتوصل خط بيبقى خط سواء داخل حتى لو مش هتلاعب حد، انما شكل السيمي فاينل يخض. وفي نقطه، السيمي فاينل في رمضان كمان، شهر رمضان الكريم كمان. كل سنه طيب يا كابتن شريف، يعني خلاص الايام بتجري بسرعه. رمضان ان شاء الله على الاقوياء رمضان باذن الله، والدنيا زي الفل علينا كلنا يا رب باذن الله. طب ادخل بقى معاك للملفات اللي احب اناقشك فيها. اتفضل. شفت النهارده بكاري جسامه ازاي؟ مش عايز يغلط.
مش عايز يغلط. مدي كل حقه. ما كل واحد واخد حقه. ما بيفوتلكش فاول عملته ضد في اي حته في مكان في الفاول اللي اداهولك ممكن كان يفوته لو هو مش عايز. لو على قزيمه. يعني اتفق هو واللاين مان خدت بالك على شكل الضربه الحره. عايز يقول انا حكم لقى حكام كتير قوي خدت صيت في الفتره بالظبط. في ناس بتبص لاسمها تادو عشان اللي تادو بقى راجل جوميز ده خدت بالك سيطر على ما يعرفش حد ولا يعرف الالوان ولا يعرف بلاد ولا يعرف اسماء. بينزل يحكم لاي حد بيديله حقه. مش انا وانت كنا مع بعض قبل موضوع ماتش الاهلي وسان داونز لما بنشوف تعليقات الناس على فكره مين يحكم ماتش الاهلي الناس بتقول لك مين؟ مين يحكم؟ فيكتور جوميز. فيكتور يا جماعه ده جنوب افريقي. فيكتور جوميز عايز يحكم هنا ويخرج من هنا يحكم لنا. وهو جنوب افريقي يعني. وكل الفرق عايزاه يعني. بالظبط. فهمتني؟ فالنهارده بكار جاسم راح للمنطقه دي. خلاص انسوا. وكان واضح في الكوره اللي هي سبينو ده حاول ياخد فيها ضربه جزاء. ايوه ما هي كانت في كام مشهد كده. وفي حاجات اتفضل. كم مشهد كده اداك اللي يحاول احساس لا ان هو فعلا بيطبق معيار العداله في المباراه. وهو والحجم بتاع امبارح جنب الكوره بخطوتين في كل لعبه. وبهدوء وبابتسامه. ولما ادى احمد فتحي وحصل الحوار بينه وبينه اللي بتاع شرح له. قال له انا حاسس بيك معلش هي بس انت كان في زياده. ما كانش بيعاند ما كانش بيحتد. ما كانش بيوتره. حتى اما بيديله زي مشهد مباراه برج العرب بيديهوله وهو بيريح. حتى احمد فتحي امتثل يعني ما حصلش تنشنة. ما شفناش حاجه خدت بالك حصلت شد وبتاع غير عصبيه شويه من سان داونز في كوره مثلا او حاجه. اللي معصبهم المدرب من بره معصب الدنيا او كله ده انتوا كنا بنلاعبكم بتقعوا 30 مره ما حدش وبتضيعوا وقت برج العرب. اونيانجو ده كان بيضيع بالخمس دقايق وبالثلاث دقايق. هم اساس تضييع الوقت. وحارس المرمى يقعد في الارض مش عارف قد ايه. فهو النهارده طبعا تحت ضغط الجول اللي جاي كمان خرق وداه في دنيا ثانيه. مع انه يعني عنده ثقه في لعيبته كويس قوي. وعارف ان لعيبته تقدر تروح. قال لك اسال الوداد واسال الترجي عني. لا احنا عارفينك من غير ما نسال عنك يا عم. انت بس اللي محافظ لعيبتك على كورتين ثلاثه. انما انت لو بتطلع بخطوطك كلها انت تهد اي حد. لكن الفتره الجايه كل حكم عايز ينال استحسان مسؤول الاتحاد الدولي في فكره ان الحكم ده هيكون حكم محترف متعاقد مع الفيفا. فكل واحد خلاص بقى شايف نفسه. انت شرحتها قبل ما نخش. بالظبط. ما سبتليش حتى جمله اقولها لك في المنطقه ده بس كنت بفتح السكه. ما سبتليش لقمه اقولها. فانت شرحتها كويس قوي. الحقيقه مهما تاخرت الاجور ومهما حصل بالنسبه للاتحاد الافريقي في اي حته خلاص الاتحاد الدولي بيرسم له خريطه طريق كبيره. اهو ده برضو تاريخ. اهو ده برضو يخرج من الحكايه وهو عنده انجازات. حكم في كاس عالم. حكم في كاس العرب. اولمبياد. حكم في فاينلز مش عارف فين. حكم اولمبياد. فهو ده اللي الدنيا كلها المفروض تروح ليه؟ لان توفرت الماده. مظبوط. ما بقاش يقدر يبص في حته ثانيه. ولا يجي له اوردر يجرح سمعته. مفيش سيطره مسؤول. مفيش حد بيسيطر على الملف. طالما الاتحاد الدولي ده جاي بقى حيضه يعني الاتحاد الدولي مش هيبقى وجهه نظره في نادي او منتخب. والله هقول لك على حاجه. انا ما اقدرش اخش في بطن الزير. بطن الزير فيها ايه دي احنا مش هنعرف. احنا مش في العالم الفاضل دلوقتي. لا احنا عندنا فيروسات في كل حته. ممكن فيروس يصيب طقم خلال شهرين ولا حاجه يصيب اي حته. احنا ما نعرفش. ما نعرفش يصيبنا كلنا. ما تعرفش. فالحكايه عايزين نبقى انجلترا يعني. من ناحيه ايه؟ يعني انجلترا الغلط فيها طفيف. يعني كل حاجه مظبوطه للساعه. الجمهور جمهور. التحكيم بيكلموا بعض كلهم فار. الفيديو اسيست ريفري ده اللي انت بتتكلم عنه انه يمكن يطبقوه من ده لازم يطبق. انا يعني بص انا ده لازم يطبق. انا هفتح معاك موضوع الفار اللي انا كنت طرحتها من فتره قريبه وقلت في تفكير داخل الاتحاد الافريقي لتطبيق الفار من السيمي فاينال لكن احتماليه تاهل مازيمبي ممكن هي اللي تعطل الامور لان ملعب مازيمبي غير مؤهل ان يطبق فيه الفار. هم ضيعوا البينالتي. والمازيمبي خرج. الفار لو اتطبق في السيمي فاينال مهم جدا؟ طبعا. وملعب رادس مش موجود خلاص يعني مش حاجه اسمها الفار مش موجود. ده لو اتطبق في ماتش حبي. يريحك كتير جدا. انت حتى وانت جمهور قاعد بتشوف اللقطه بتبقى ما عندكش خيارات
يعني الجول اللي جاء فينا النهارده اوفسايد ومحدش اتكلم ولا حد اعترض ولا اي حاجه، اوفسايد مرتين. انت مصر برضه؟ اه طبعا اوفسايد. الكره وهي بتتلعب تمام، ما جتش لسه راحت للسنتر فيروز الثاني، كانت رايحه لده، ده كان اوفسايد. ادي نمره واحد. قصدك السكند بول، الكره الثانيه؟ فيرست بول الاولانيه. فيرست بول كان هو اوفسايد اللي جاب الجول. كويس تمام. شو سبينو اللي جاب الجول؟ آه سيرينو اللي جاب الجول. سيرينو آه. آه. هو اللي جابه، مش عامل فولو. تمام. وهي رايحه كان هو اوفسايد وهي رايحه له، بعدين راحت معديه، ده كان في بوزيشن اوفسايد ساعتها. لو الفار ده موجود. وهي رايحه كان هو اوفسايد. كان هو اوفسايد. تمام. كويس؟ ماشي. راحت لزميله الثاني لعبها وقعت له ضربه، كان هو بقى هنا كمان معدي اللاين ديفينس بتاعك. كان اوفسايد ثاني. تيك جول بقى، يلا خدوا الكوره وجريوا. لو في فار هتعمل ايه؟ هتفرق كتير. هتلغيه. اه. هتلغي لا هتفرق كتير. تلغي ده في فاول قبل الكوره وهي رايحه. آه. حد خبط حد، حد ضرب حد، هتشوف. انا اتمنى الحكام تحت هيقولوا له حصل كذا كذا كذا. آه. فطبعا دي عداله كرويه بحته. اتمنى الاقتراح ده اذا فعلا دخل حيز التنفيذ يطبق من السيمي فاينال الفتره الجايه، لان سواء ملعب القاهره او ملعب كازابلانكا لو الوداد والرجاء اتاهلوا الاثنين جاهزين لتطبيق التقنيه. في ناس بتقول لك الفار ده بوظ متعه الكوره. اه العب كوره انت وانزل الملعب وانت تتمنى لقطه منه بس، فيديو اسيست فيديو اسيست عشان ينقذك انت. اه ازاي اسرقك واجيب فيك جول وهيس وايه ايه ده الجول اللي دخل فينا النهارده. ما ينفعش يعني، ابسط شيء يعني انت لو خارج 1-0 النهارده تقدر تجيب 2 و3 وتعمل شكل كويس، او تخلي الاوبوننت نفسه او المنافس بتاعك نازل رايح في دنيا ثانيه بيجازف، وانت في المجازفه وانت بتعرف تعمل كونتر اتاك وانت عندك لعيبه كويسه وانت عندك مدرب كويس بيعرف يقرا من على الملعب من خارج الملعب كويس، بيعرف يتصرف، بقى عنده شكل اتاكينج كويس. بقى عنده شكل الوينر. فخلاص فالحكايه دي تحميك وتحمي المدربين ليك او عليك. بس طيب هرجع للجزئيه دي تاني، بس في تصريح لفت انتباهي ولفت انتباه الجميع دلوقتي على السوشيال ميديا، تصريح لمارتن لالاسارتي. قال في سعيد مثل لاعبي الاهلي بالانتقام من سان داونز، اللاعبون انتقموا لانفسهم وللنادي وانا سعيد لاجل ذلك واستحقوا هذه النتيجه، الفوز ليس لي لكنني سعيد لاجلهم كلهم. هو مبسوط من المباراه الاولى كمان، وحصل الشكل الثاني زي ما احنا قلنا ان المباراه 180 دقيقه مش 90 دقيقه. تمام. فهو الراجل الحقيقه كان من المدربين اللي الحظ ما ساعدوش وهو موجود في المرحله اللي فيها، كل اللي خده انه كسب الدوري وكسب اعتقد الزمالك في هذا الدوري كمان، كسب الزمالك في الدوري اه والدوري نفسه. بس في افريقيا الحكايه كانت عنده لعيبه كتير قوي مصابه. مشهد مباراه الموسم الماضي بتختلف عن مشهد المباراه السنه يا كابتن شريف السنه دي. انت رايح المره اللي فاتت منهك جدا لان انت لعبت الزمالك، لعبت الاتحاد. طلع انت كنت قبل ما نخش رايحين قبل 48 ساعه. 48 ساعه. والاتحاد وقتها رفض ياجل مباراه الاتحاد السكندري، اتحاد الكوره. ومضيع ثلاث اجوان قبل ما هم يجيبوا اول جول. ثلاث اجوان. بالظبط. فجيدا ثلاث ظروف كلها كانت تقدر تجيبها يومها وعندك نص لعيبتك في المستشفى. فما كنت هتلعب يعني كويس قوي ان هم دول الرجاله، فعلا كانوا رجاله. بس كمان انت ما تتخطف ها؟ بجول واحد انت بتفك. مش عايز اقول لك ها؟ مش بجول واثنين وثلاثه، مفيش فرقه في العالم. البرازيل اتغلبت على طول بنقول من المانيا، من المانيا سبعة. ها؟ على ارضها قبل نهائي كاس عالم. عشان نيمار اتعور قبلها مثلا، ولا فرق نيمار مع فرقه البرازيل كلها. طب انت كان عندك نص الفرقه بقى مش موجوده اصلا. النهارده تقدر تقول في نجم للفريق ولا الفريق كله فريق جماعي يستاهل ان كله يبقى نجم؟ خلينا نبتدي محمد شناوي بقى. ونقي اي حد هتلاقيه كان كويس. كلهم لعبوا رجاله يعني، ما عشان اقول ده في ناس هتقول لك سوليه كان كويس قوي بيعمل كاتنج، ديانج بقى بيعمل كذا دور. دي اللعيبه اللي هي العمود الفقري يعني بتاع الفرقه. اللي بيديك حريه ان بيديك امان. معلول ما زال هو صاحب الاداء اللي هو اللاعب الوحيد اللي بيمسك الكوره وبيفكر بواحد اثنين ثلاثه والدنيا كلها بتخاف تخش عليه، وبيعمل امتى الباص وبياخد الوان تو امتى وبيعمل الكرات العرضيه. هتفضل تتكلم على كل واحد بقى، احمد فتحي النهارده اللي كان بيعمل حاله دفاعيه والحاله الهجوميه شكلها عامل ازاي. حتى محمد هاني لما نزل كان راح يجيب جول. حسين الشحات عمل لك جبهه هجوميه ما كانتش موجوده اصلا.
ده كان بيخترق بيوصل لغايه الست يارده، بس كانت اللمسه الاخيره بس هي اللي كلنا انفاسنا كنا بنتمناها عشان بس يلعبها عرضيه. انفاسنا بتتكتم عشان يروح شايطها في الارض جايبها جول، مع انهم يملكوا من احسن اجوال شفتها في حياتي فريق سان داونز. حارس المرمى بتاعهم عالمي. هو الحارس بتاعهم دولي، والحارس حتى الاحتياطي دولي. لا حارس زامبيا وبرده الاثنين ده مفروض مش مفروض يلعب في سان داونز. ده يروح يشوف له فرقه بقى في انجلترا في اي حته، ده سايبينه ازاي ده انا ما اعرفش. لا اثنين حراس في لا فريق سان داونز. انا يا كابتن شيف حتى انا قلت ده في الانترو وحضرتك بتتفق معايا، فريق سان داونز انا بعتبره بخلاف الاهلي اقوى فريق موجود في دور الثمانيه وافضل فريق بيلعب كوره. يعني لو بصيت على كل الماتشات فريق بيستحوذ جيد جدا، فريق بيعمل باصات بشكل ممتاز جدا، فريق عنده الناحيه الهجوميه ممتازه، فريق عنده مهارات على اعلى مستوى. يجي بعد سان داونز في هذا المستوى بتتكلم يا الرجاء يا مازيمبي، فاقوى مباراتين. انت ما بتلعبش في بريتوريا دي، بتلعب في جوهانسبرغ، في جوهانسبرغ في الملعب بتاع جوهانسبرغ ملعب كاس العالم يعني. ده كنت هتشوف النادي الاهلي ده حاجه تانية خالص. الكابتن سيد طرح هذه الجزئيه النهارده في حواره حتى مع زميلنا فاروق صلاح بعد الماتش، اتكلم في فكره ليه الماتش الساعه 3 وفكره المولدات الكهربائيه وانقطاع الكهرباء في بريتوريا في الفتره الحاليه، وجنوب افريقيا عندها امكانيات عاليه واستضافت كاس عالم. الماتش كان اتلعب الساعه 6 واتلعب الساعه 9، المشهد كان هيبقى احسن من كده؟ هيبقى مشهد عالمي. تلاقي فرقتين بيلعبوا كوره 10 10، انما فرقتك انت كانت هتبقى عندها الحريه الاكبر، لان اعتقد ان امكانيات لعيبتك انت متفوقه فردياتها. إيه هم عندهم اثنين ثلاثه كويسين قوي، لدرجه ان الباك ليفت لينجرمان ده اللي هو بيلعب في الاخر نزل نزل ده لعيب كويس قوي برضه، ومن احد مفاتيح التفوق ليهم على اي حد يعني. بس برضه لعيبه النادي الاهلي بالثقه في انفسها وازاي بيقابلوا اللعيبه دي، اعتقد ان المبلغ بتاع المكسب بتاع 2-0 بيديك برضه طبعا بيسموها التفوق النفسي. التفوق النفسي انا كسبتك وكنت هجيبك فيك 3 4 هنا، طب ما يلا بقى نحاول نجيبهم فيك هناك يعني. فاكر لما طرحت عليك فكره ان مباراه الاهلي وسان داونز الاولى في مصر والثانيه في بريتوريا هتبقى من الحاجات المقلقه لبيتسو موسيماني؟ اللي احنا قلنا اخر 4 سنين كان دايما بيبني فلسفته على المباراه الاولى على ارضه، يعمل نتيجه ويعمل سكور ومره بيعرف هنا. بالظبط يعني ربك بيطلع ده اتحقق فعلا في المباراه دي كمان، ربك بيخش فيه جون في الهلال السوداني في اخر ثانيه عشان يطلعك تاني مجموعه، عشان نتمنى الفرقه دي نتمنى سان داونز عشان يجوا يلعبوك هنا الاول، عشان كده انا بتمنى الوداد. فاكر لو عارفش انا وانت كنا قاعدين، كنا انا واسلام كنا قاعدين بنتكلم، بيسالني سؤال، لا انت يا هو تحب النادي الاهلي يلعب مباراته كانت مع النجم الساحلي عنده الاول ولا في تونس الاول؟ قلت له عندي طبعا الاول. اخد 3 بونت الاول انا. بدايه دور المجموعات. اخد 3 نقاط واللي ورايا بقى يبقى يحارب. يحصل. لما اروح انا هناك احاول اخد الثلاثه التانيين او اتعادل، تبقى انا بالنسبه لي كسبت على ارضي وتعادلت معاه على ارضه. مظبوط. فدي فلسفه. فحته انك تلعب على ارضك الاول دي ميزه. في ناس بتحب بقى في الفاينل زمان. نجد تلعب هناك الاول تعمل نتيجه ايجابيه وتيجي على ارضك تعوض اي نتيجه حصلت. هي بيبقى لها فلسفه أول. هي خطورتها حاجه واحده بس، انت وانت بتلعب اي ماتش على ارضك ان يجي فيك هدف بيفرق كتير جدا. امبارح الترجي بالهدف المغلوب 3-1 فرق كتير قوي معاه. كان عنده حظ ان هو يبقى في اي لحظه. في اي لحظه. والبينالتي اللي جابه الزمالك في اخر ثانيه فرق معاه في تعويض النتيجه، لان 2-1 1-0 كان بتفرق قد ايه؟ كانت تفرق يعني بتفرق كتير قوي على ارضك او على ارض غيرك يعني. بتبقى ميزه او بتبقى ضد. فمن الحاجات الكويسه قوي كمان ان انا ما اعرفش في ناس حابه حكايه الفاينل يبقى ماتش واحد، وانا حابه ان هو يبقى ماتش واحد، وفي ناس عايزاه رايح جاي. انا من الناس اللي بقى عايز ماتش واحد، حته انك تعمل نتيجه مطلوب نفسيا تعمل نتيجه هنا على الفرقتين، معرفش يعني على الجماهير كمان حسب على الجماهير هنا الحسابات وهنا. هي فيها متعه واثاره. انما الهدف من اقامه مباراه واحده اعتقد فيها عداله. طيب بما انك فتحت هذا الملف كمان وبنفتح ملفات مع بعض، استاد القاهرة حسب ما أعلن يعني إن هو خلاص هيتقفل ابتداء من الفترة الجاية بعد مباراة الدور الثمانية. الأهلي والزمالك وصلوا سيمي فاينل. مش محتاجين استاد القاهرة الفترة الجاية؟ ماتش الفاينل هيبقى ملعب واحد، للأسف محدش قدم
وقريت تصريحات كده لحد في اتحاد الكوره، بس مش متاكد تصريحاته دي رسميه ولا مش رسميه، بس قال فيما معناها يعني ان الاتحاد الافريقي لما بعت لنا في فكره ان اي اتحاد عايز يقدم ويشوف الشروط المطلوبه، الوقت كان ضيق فما قدرناش نتكلم مع المسؤولين مصر تقدم ولا ما تقدمش. فانت عندك فرقتين يعني اهلي والزمالك فرقتين كبار وصلوا سيمي فاينل، استاد القاهره مش هيبقى متاح، والفاينل مباراه واحده ومصر ما قدمتش، مش انت كده بتفقد فرصه مهمه جدا لانديتك ان ممكن تعمل انجاز كبير؟ انت متاكد ان مصر ما قدمتش؟ اه مصر ما قدمتش. الاتحاد الافريقي اعلن خلاص بشكل رسمي مين اللي قدم، تونس والمغرب والكاميرون طلبوا استضافه الفاينل دوري الابطال. المغرب طلب استضافه دوري نهائي الكونفدراليه على ملعب الرباط، ملعب مولاي عبد الله في الرباط. بس غير جمهور حاجه. ما هو لسه في شهر 5، لا مش هيبقى بدون جمهور، لسه في شهر 5. طيب يعني ده في مشكله يعني دلوقتي. بكره ماتشين الكونفدراليه لحسنيه اغادير ونهضه بركان بدون جمهور. طيب. لكن اصل لسه 24/5 يا كابتن شريف، لسه في مساحه وقت. الفيروس ده على الصيف اعتقد هيكون الموضوع انتهى يعني. انا شايف ملعب رادس ده. ايه؟ اوعى تقول لي هو اللي يستضيف. الفار ما بيروحش هناك. الفار بيكرهه. الادوات ما بتكملش هناك، تلاقي في الاخر الفيشه مش موجوده. انما من احسن الملاعب اللي هي تلعب عليها كوره يعني الحقيقه يعني. اه. واستاد القاهره من احسن الملاعب اللي الدنيا كلها بتيجي تنبسط فيها. الجزائر واخده فيها بطوله هنا. يعني لو طب سيمي فاينل دور اللي قبل النهائي مش من حقنا يتلعب على الاستاد؟ انا مش عارف مين اللي بيحقق يعني. اصل فكره الصيانه وتغيير النجيله وارضيه الملعب يعني انا اتمنى والله لو في فرصه والمسؤولين انا عارف والله يعني الناس بتحاول قدر الامكان تساعد الانديه المصريه، بس والله يا كابتن شريف مناشده مننا لكل المسؤولين والقائمين على هذه الموضوعات وعلى هذه الملفات، لو استاد القاهره في فرصه ولو 10% بس يستضيف دور اللي قبل النهائي في بطوله افريقيا للاهلي وللزمالك، افتحوا الاستاد للاهلي والزمالك في دور قبل النهائي. والله انت بتتكلم في امنيات يعني كل واحد فينا بيتمناها الحقيقه ان هو يبقى في استاد القاهره، حتى الدنيا كلها بتبقى ومفتوحه بقى خلاص الناس في الشكل الوطني والحس الوطني وعرفوا بقى خلاص ان اي خروج عن النص ملوش لازمه. بالظبط. والناس التزمت. دمه تقيل. صح. دمه تقيل والناس اللي بتعمل كده اتعرفت وتشافت وتشاهدت. خلاص وبقى اعتقد ان في قرارات حازمه من الامن والمنظومه كلها. الحمد لله. ف والمشهد الاخير في دور الثمانيه عايزين ننسى بقى اي حاجه وحشه وناخد بالنا اكننا مش واخدين بالنا. ونبتدي نلعب زي ما انت بتقول كده. يتناقشوا مع رئيس استاد القاهره. لو حصل تواصل مع المسؤولين وانا اثق جدا وحضرتك طبعا بالتاكيد بتاكد معايا نفس الكلام، وده اللي حصل في دور الثمانيه. الامن الحمد لله كان يعني سمح للجماهير بالحضور بشكل متميز جدا، الجماهير التزمت، الاستاد كان في احلى مشهد ليه يوم المباراه. فالدور قبل النهائي هتبقى حاجه نسعد بها كابتن شريف اكيد والله. انا فرحان جدا بان احنا وصلنا للسيمي فاينل بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لنادي الزمالك. حصل روح في الشعب. حصل حالة نشوة انتعاشة النهارده بالذات. زي ما بكون زي في الراديو بسمع وانا جاي مفيش زمالك من غير اهلي، مفيش اهلي من غير زمالك، الله ده الاثنين وصلوا، ما كانتش في حسابات الناس دي ان ده هيعدي من هنا بالنتيجة اللي هو عاملها، وده الفرقة دي عندها باد ميموري معايا، عندها سابقة مش كويسة، فيحققوا مش المعجزات، لا يحققوا الأفضلية بتاعتهم، يحققوا الأحقية بتاعتهم. فهو ده اللي احنا عايزين نواكب بقى زي ما انت بتتكلم في الملفات دي، الملاعب، تسهيلات، الاتحاد يبقى مبهور هو كمان ومبسوط، ما يتخشليش شخصيات تيجي على نفسها تقول التجاوز ومش التجاوز والتعامل ومش التعامل، انت جاي هنا يا حبيبي عشان تخلي الكره المصريه فوق. مظبوط. يعني انت بتمدلي ايدك، خدت بالك؟ انك انت لو انا ناقصني تزودني. لو انا عندي حاجه مش واخد بالي منها، لا انا اقف مكانك فيها وانا اللي اعمل، انا اللي اقدم واقول الفاينل يبقى عندي. ف خلي الناس تكلمهم كده او السيمي فاينل حتى على الاقل احنا نكلمهم كده. انتوا عندكم فرصه ذهبيه انه في عهدكم في الكام شهر دول يتحقق 1 2 3 4. يعني اختموا المشهد. انتوا عايزين ايه يعني؟ اختموا المشهد يا عم. لما حد يتكلم عنك ولا يكلمك باسلوب او اي حاجه مالكش دعوه بيه. مالكش دعوه بيه، انت اعمل الصح اللي المفروض تعمله. ما تمشيش ورا السوشيال ميديا، ما تمشيش ما تسخنوش الدنيا عشان انتوا يبقى الرياكشن بتاعكو شخصي. ده انت هنا في مسؤوليه وطنيه. انت
هنا في مسؤولية وطنية بدون أي انتماء. أنا بتكلم عن ناديين، بتكلم عن المشهد النهائي، أصل المشهد للكرة المصرية. ما أنت هتروح المغرب، عمرو الجنايني وفضل ومش عارف مين، أحمد عبد الله ودكتور سحر بدون أي انتماء. هم نفس الناس دي لما بتقعد تتكلم بيقول لك أنا زملكاوي، دي حاجة لطيفة جدا. الدنيا مشحناها غلط. الاتحاد ده تلتينه زملكاوي وربعه ولا تلت أخراني مثلا بيشاور عقله. تمام. إنما الحكاية مش كده. يعني الناس بتسخن عليهم الدنيا فالناس بتطلع عايز اقول لك ايه، محروجين اعلاميا. انتوا اتعمل فيكم وتسوى فيكم ومش عارف ايه، هم بيبقوا في قراراتهم حتى زعلانين ان هم محطوطين تحت بؤره الاتهام على طول. طيب انت بقى من غير بؤره الاتهام اطلع طلع قرارات مش في بالي انك انت احسن واحد في الدنيا، انك انت الراعي فعلا لهذه المنظومه. ده مش عايز وزير الشباب يخش ولا عايز اي حاجه تانية. خليك انت كده اللي بتتمناه للكره المصريه يحصل. ان المشهد في السيمي فاينل مثلا يعني طبعا لسه ماتش الوداد ما تلعبش هو والنجم، فمش عارفين مين الطرف الثاني، بس نفترض الوداد والرجاء والاهلي والزمالك، انت هتروح الاول الفرقتين اهلي وزمالك هيروحوا مركب محمد الخامس الاول، هتلاقي الاستاد هناك 60-70 ألف. الوداد ومين؟ الوداد والرجاء دول الاول؟ ما يعني الاهلي لو لعب الوداد والزمالك لعب الرجاء، الماتشين الذهاب في كازابلانكا في يومين ورا بعض، تخيل؟ نفس القصه اللي احنا مشيناها دي. لما يجي يلعبونا في مصر الماتشين العوده ورا بعض في استاد، اتمنى يا رب استاد القاهره، اتمنى. بس لما تقارن المشهد هناك في كازابلانكا وفي شهر خمسة وفي رمضان وتيجي هنا تلاقي بقى ملعب السلام او ملعب مساحته اقل، هتحس بالفرق، هتحس بمشاركه الفرق دي معاك في كل بالظبط بالظبط. سهل اول ملاعب صغيره اللي هي ما طبعا 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 بتلاقي الفرق في ثانيه بتبقى عندك. لا والجماهير المغربيه، لا انت رايح على كمان محك اصعب على فكره. الفكره مش في الاداء الفني، بتحس ان هم بيلعبوا في ارضهم. لا الجماهير المغربيه هتلاقيها كلها افضل هنا. لا من افضل واقوى الجماهير زائرا في الملعب، وده شكل حلو قوي في استاد القاهره. اعتقد ان حلها بسيط، اتمنى يا رب حتى لو في نسبه 10%. والله انا واثق جدا لو كل مسؤول بتكلم معاه وبيسمعنا دلوقتي، رئيس اللجنه، وزير الشباب والرياضه، رئيس هيئه استاد القاهره، رئيس هيئه استاد القاهره عيني مكبل بقرارات امنيه، خد بالك. لا بس بالعكس الامن بيساعد. لا الامن قاعد عنده 24 ساعه كل يوم. فهو ما عندوش مانع لاي حاجه. بس يتوافق بالك عن علاقه شخصيه بيني وبينه يعني، وبيني وبين الناس كلها. أكيد. الناس عايزه كل حاجه صح يعني. هو الراجل مش عايز، لا اجل بتاع، اعملوا صيانه خفيفه تعدينا السيمي فاينل مثلا. فمثلا يعني فهم ما عندهمش اي مانع على فكره، عشان احنا ما اكيد اكيد. لا مش بتصدر المشهد ده للناس. لا. علي رجب اعتقد اللي هو علي رجب هو المسؤول عن اللي هو علي درويش. علي درويش هو المسؤول عن القصه دي، مش عايزين نقول لا هو اللي مش عايز. لا ما حدش مش عايز، حتى الامن مش عايز. لا يعني الامن عايز والاستاد عايز. أيوة. والوزاره عايزه، الناس كلها عايزه. يعني بس ايه، نحط ايدينا في ايدين بعض، نحط ايدينا في ايدين بعض بالظبط كده. الناس كلها عايزه، لان في النهايه المشهد يبقى طلب بالزبط. لطيف كده ان احنا نتمنى باذن الله المباراه تبقى موجوده على استاد القاهره، بتمنحنا باذن الله الفرصه ان شاء الله ان اي واحد فرقه مصريه من دول تتوج باذن الله. خلينا كده كلنا نفرح، مصر تفرح. انت اهو انت النهارده شوف الدنيا عامله ازاي. انا اهلاوي وزملكاوي النهارده عاملين زي ميرج. احنا في اندماج دلوقتي بالظبط لهدف واحد. طب خلينا بقى كل الدنيا بقى تمشي ان شاء الله، خلي الدنيا تبقى ايه، والثقه، كل الثقه في قيادات الامن وقيادات الاستاد والوزاره. والله صدقني يعني أكيد. كل المسؤولين عن اتحاد الكره دي بيتمنوا البيس ده او السلام ده او النجاح ده، لان انا قلت لك الانتماءات موجوده هنا للفرحان وموجوده هنا للفرحان. يعني انت عايز تقول لي اتحاد الكره كله زملكاويه؟ لا مش اهلاويه خالص. في اكيد حتى من العمال جوه في اكيد زملكاويه في، لان مصر كلها تعتبر 70% اهلاويه. فاكيد الاهلاويه دول في كل حته الحمد لله. ده غير بقى ربنا بيدي كل ما بتمشي كويس بيختار عدوك فيك. يعني النهارده في طهاره في الملعب. تحس ان الملعب معقم النهارده برضا من عند ربنا. الحمد لله. ربنا يعني عداه على خير. لا الحمد لله، مش انك انت تهاجمت كتير او ضاع دخل، انما انت محروس النهارده. محروس بادائك، بمجهودك، بنيتك، بترتيبك، بتعبك. فربنا بيحس يعني. يعني ما وبعدين ربنا لو عايز يقرص لك ودنك ولا حاجه يقرصها لك، وانت مديك الاكسكيوز بتاعك او مديك الاسباب اللي خلتك تخسر. فتيجي تقول لي انا رحت قبلها ب 48 ساعه وانا لاعب قبلها ماتشين، وانا لاعب الزمالك يوم 31 ولعبت يوم 2 ماتش وبعدين رحت. فربنا دايما لما بيحاول يقول لك ايه، لا معلش انت المره دي مش بتاعتك، بيبقى برده محضر لك
الدنيا تبقى حنين عليك شكلها عامله ازاي يعني، انما بتديك قوه اكتر، تحفز اكتر ان احنا انا وانت ونطلع يوم القرعه ونقول عايزين سان داونز. صح. ليه؟ عشان انا واثق في المؤسسه بتاعتي، او واثق في المنظومه بتاعتي. ويوم الماتش، ويوم الماتش، ويوم الماتش. فاكر انت كنت بتتكلم امبارح قبل الماتش بيقول نفسي في الجون الثالث هنا 3-0 هنا. ها 3-0 ده بقى كنت انا وانت النهارده قعدنا حطينا رجل على رجل وقاعدين بنتفرج بنكسب تاني. لما انت برضو 2-0 دي لو دخل فيك جون يخش فيك جون كمان يوديك، ما عشان كده كان فايلر عايز يكسب، يوديك عايز في سيناريوهات انت مش عايزها، وطبيعي جدا يخش فيك جولين عادي جدا بهجمتين. انت بتلعب في اتموسفير غير عادي، احنا ما بنلعبش في اسبانيا ولا بنلعب في ريال مدريد ولا بنلعب في انجلترا، انت مش رايح من ليفربول تلعب في ليفربول وبعدين راجع تلعب في ليفربول. عدى النهارده في لندن كسب بالعافيه، صلاح جاب جول النهارده هو وساديو ماني. بالظبط كده، الاثنين بيصلوا ما بيقوموش من على السجاده. الحمد لله، هي دي السكه، هي دي السكه، هي دي السكه. طيب، جزئيه مهمه جدا وحضرتك كنت بتتكلم فيها، انك بتتمنى النجم، وانا بقول الوداد، انا بقول الوداد على نفس القياس بتاع سان داونز، نهائي 2017 لسه في الاذهان، لسه في الاذهان، لكن فنيا انت استهى ان النجم افضل او مواجهه النجم افضل. انت حسبتها فنيا. انا حسبتها بنفس منظور مواجهه سان داونز. لا لا لا، انا عايز النجم. بعدني عن الوداد المره دي عشان حاجه. في بس انا البطل وانت صحفي وعارف ايه اللي حصل بعد البطوله اللي فاتت. كل الاخبار جات لك ايه بعد البطوله اللي فاتت؟ ان مفيش فيديو اسيست وما اعرفش ايه وهنعوضكم. ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل، والناس كلها قالت في وسائل الاعلام، انتشرت ولا ما انتشرتش؟ اتقالت في كل حته ولا لا؟ طب انا ايه اللي دخلني انا في نخلص بقى النهارده؟ الفرقه دي احرجتهم جامد جدا على ارضهم، بيجوا بسرعه جدا بتوع النجم، بيقدروا يجيبوا جول، يلاقوا نفسهم في وسط الجيم جول تاني ما يخش فيه مجوال، ضربات جزاء تمشي كده يعني، ده سيناريو مشهور. ف امشي ورايا المره دي، امشي وراك المره دي، لو حصل حاجه خش فهمنا من لسه قدامنا شهرين. خلال الشهرين الله اعلم الاحداث هتمشي ازاي، واللي هيحصل الفتره الجايه ايه في الكره الافريقيه او في القاره. ننام النهارده مبسوطين كده وندعي اللعيبه تيجي بالسلامه ان شاء الله، الله. باذن الله. بدنا ايه نفصل حته حته كده لغايه الماتش الجاي، لغايه اول خمسه. طبعا الفرحه النهارده فرحه الحدث، لكن مش الفرحه الكبيره. والله بالنسبه لي هي الفرحه الكبيره، لان الاهلي دايما كده ليه مدرسه مختلفه يا كابتن شريف. يا اخي انا بفرح للناس اللي بتشتغل، لما الدنيا كلها فرحانه لمحمود الخطيب النهارده بوجوده في الهلال السوداني، ووجوده هنا المره دي، وفي كل ماتش هيبقى موجود مع الاولاد وبيديهم ان شاء الله سيمي فاينل وبيدعمهم ان شاء الله وبيدعمهم اكيد، زي ما احنا فرحانين لفرقتنا، زي ما احنا فرحانين لكياننا لوجودنا. مفيش فرقه كسبت وفرقه ثانيه ما كسبتش. طب انا عايز ارجع المشهد بتاع الكابتن خطيب وهو واقف عند الباص قبل الفريق ما يركب الحافله ويتجه الى الملعب. اتفضل. لو بتوصفها لي كده وانت شايف المشهد ده قدامك، والكابتن موجود واللعيبه بتسلم عليه وهي خارجه من المحاضره ورايحه تركب الاتوبيس ورايحه على الاستاد. انا مش همثله لك بصالح سليم او حسن حمدي او بالتتش، هو قدامنا على الشاشه هو كابتن، هو شخص، شخصيه النادي الاهلي كلها واقفه. كابتن محمود الرمز الكبير ده اللي انت شايفه هو ده. مش اكتر من كده. ان انا واقف الجندي نمره 12 معاكم، يعني انا هلعب النهارده معاكم. تمام. خطيب بيلعب النهارده معاهم في الملعب. ها. واللعيبه فرحانه، اداريين فرحانين. هو ما بيقعدش معاهم كلهم، بيتعشى معاهم، موجود معاهم في خلال الست ايام كلهم، في الطبيعي في العادي في الناس تعرف قد ايه الكابتن محمود الخطيب. لما انت بتقعد معاه وتشوف معاه بتخرج من القعده زي ايام كابتن صالح كده، بتبقى مبسوط. يعني بتبقى قاعد حاسس ان في شخصيه كرويه كانت فازه وهي بتلعب. تمام. فممكن يكلمك كمان فنيا تلاقيه بيقولك على حاجه لطيفه، زي ما كان كابتن صالح بينصحنا زمان وكده. نجم كوره كمان وليه صولات وجولات في البطولات الافريقيه والهداف التاريخي. كان لعيب عالمي. صح. انا كلاعب نفسه. بص يا كابتن، بقول لك انا لما كنت بلعب كنت بصدق اقول له النبي عشان خاطري لو رجلك حتى بتوجعك اقف في الملعب بس. الدنيا كلها بتتلم عليه هو، وانا بيبقى لي لعيب واحد ناحيه الباك رايت. اطير واعملها له هو بقى. اطير واروح اجيبها جول انا، هو شايل عني، شايل، هو صاحب الفرح. عندك مصطفى عبده وخطيب، خدت بالك افلام اسماء ايه؟ وطاهر الشيخ ورام ومحسن صالح ومختار. تمام. كل ده شايل عني انا الحكايه. تمام. مفيش فلان بيبقى فيه فلان، فهو ده النادي الاهلي. كوادر 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 كوادر، ما
بس الدنيا كلها بتحب محمود خطيب يعني. الحمد لله الحمد لله. اذا كان اهلاوي زملكاوي محلاوي هو الراجل ربنا مديله الحته. المشاهد المهمه دي والتفاصيل الصغيره دي هنسترجعها وهنتكلم عليها ان شاء الله بعد الفاينل لما يكون عندك بقى فيلم وثائقي لو عايز تعمل حاجه دوكيومنتري كده على البطوله. المشاهد اللي زي دي بيبقى ليها تفاصيل مهمه جدا ان شاء الله. يعني المره اللي فاتت لما خسرنا الفاينل والكلام من ده كان لسه كابتن محمود خطيب قاعد ماسك المجلس الاداره. كنت قاعدين هنا وكان سيد عبد الحفيظ هو اللي بيدير الاستوديو. فما جه كابتن خطيب اتكلم في بتاع قد ايه انا كنت عايزه كزميل ملعب بقى. انت عيطت يومها. والكابتن بتاعي. كان الكابتن بتاعنا وزميل ملعب وكل حاجه وحطيت نفسي مكانه. قد ايه اليوم ده كان يعني يخليه ها؟ ده بقى انا اقولها لك ايه بالبلدي، لعيبه الكوره احنا. رئيس مجلس اداره لعيب كوره مسك بتاعه وبعدين وصل فاينل افريقيا وصل مره راح مع محمود طاهر لما راح معاه نهائي 2017 وهو وصل لفاينل خدت بالك. فده انا كان بالنسبه لي ان اللحظه دي صعبه تشوفها تاني. كنت عايزك تقفش فيها، كنت عايزني اخدها يومها. فلقيت نفسي بتاثر وانا قاعد ببص له كده عايز اقول له ايه يعني هار لك يعني انا لو مكانك انا هبقى حزين قوي. انا مش بقول بقى على ان انا بحب النادي الاهلي. انا كشخصي في هذه الوقفه كان جميل قوي انك تاخد الدعم ده. صح. كانت الدنيا بقى هتمشي ايه بقى؟ كل احلامه بقى ان النادي والملعب والجماهير الفوز بقى بتاعه بتاخد بطوله زي دي. اكيد حاجه اكيد ليها طعم تاني خالص. الناس ما فهمتش اللي ده الفرحه. انا اول مره اتكلم في الموضوع ده. يعني الحاله اللي نزلت عليا احنا امتى هنوصل فاينل تاني ها؟ واحنا نقدر كنا كسبانين 3-1 فاكر؟ الدنيا كلها كانت مهيئه لنا ان احنا انما قدر الله ما شاء فعل ربنا ما كانش كاتبها. ظروف وقتها عكس الظروف دلوقتي. كنا برضو نص فرقه ما عندناش فيرود حتى. مش الفرقه بتاعك مش الفرقه بس والله يا كابتن شريف كانت في ظروف ثانيه خارجيه الايام مع يعني مع الايام بتكتشف اشياء وحاجات بعيد عن الكواليس كان ليها تفاصيل للاسف كانت سبب رئيسي في اللي حصل في تونس. خلاص يعني لكن ما زال العمر بقيه. والفرحه قريبه ان شاء الله. مازالت اللحظه بنستناها ان شاء الله باذن الله مع مجلس اداره جميل زي ده كلهم على مستوى بروح الفانيله الحمراء. لا الحمراء دي جامده عليهم قوي دي غاليه كمان دي. حبيبي يا كابتن شريف مش اي فانيلا. نورتني وشرفتني. حبيبي الف مبروك جماهير النادي الاهلي النهارده ومجلس اداره النادي الاهلي واداريين النادي الاهلي كلهم كل جميع المؤسسه الاهلاويه النهارده الف مبروك. عقبال ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله الماتش الجاي تحديدا باذن الله نكمل في الدوري كمان ان شاء الله ولينا لنا بقيه بعد مباراه الماتش الجاي باذن الله ان شاء الله باذن الله وما زالت الكواليس مستمره يا رب ان شاء الله. بشكر كابتن شريف عبد المنعم على هذه الفقره المهمه جدا واللي بالتاكيد استفدنا فيها من خلاله لانه اتكلم في تفاصيل فنيه اتكلم عن تاريخ الاهلي اتكلم عن شخصيه لاعبي النادي الاهلي وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل الاهلي طالما كلنا مترابطين واقفين على قلب رجل واحد وبنشتغل لخدمه كيان النادي الاهلي. بعد الفاصل فقره مهمه جدا بالتاكيد بننتظرها كل يوم سبت لان معانا ناقد رياضي وكاتب صحفي وشخصيه لديه كواليس كثيره وعنده الاسرار وعنده التفاصيل الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ ايهاب الخطيب ولكن بعد الفاصل.